انت عموما الاداره عموما هي حته الديسيشن ميكنج والديسيشن تيكنج، اتخاذ قرار في اي حاجه. لما تيجي تقول ان انا هدخل الكليه دي او مش هدخل الكليه دي، يبقى ده ديسيشن. الديسيشن هو اختيار بتوين alternatives، بتوين بدائل. في واحد بايونير قوي في موضوع السوفت سكيلز كان اسمه ادوارد ديبونو، شهير، اخترع لنا حاجه في بتنمي مهارات الديسيشن ميكنج والديسيشن تيكينج، اللي اخترعها واحد اسمه ادوارد ديبونو. بيحاول يعني يعلي السكيلز بتاعه البروبلم سولفينج. يعني ايه يعلي السكيلز بتاعه البروبلم سولفينج؟ عايز يفهمني ايه معنى ان اي مشكله في الدنيا ممكن ابص لها من مجموعه من الفيوز، يعني مجموعه من النظرات المختلفه عن بعضها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مجموعه من الفيوز انا ممكن ابص لها احاول افهم. يعني مثلا اللي هو مخترع الفكره دي واحد اسمه ادوارد دي بوم. هغير السلايد دي، هتديني فكره بس مبدئيه كده عن ادوارد دي بونو. بيقول ان انا ممكن ابص لاي مشكله من ستة فيوز مختلفه. هو عشان يخلي الموضوع اتراكتيف سماها السكس هاتس، اللي هي يعني ايه السكس هاتس؟ اللي هي زي ما بيقولوا القبعات السته، اللي هي دي طريقه من طرق التفكير اسمها القبعات السته. هو عايز يقول الاتي، يعني عايز يقول والله طريقه حل المشكله بتعتمد على الشخص نفسه اللي بيبص ليه مشكله. بمعنى يعني ممكن واحد يبص مثلا لدخوله كليه الحاسبات فرصه، يعني فرصه ان هو يبقى سوفت وير بروجرامر كويس، وممكن ياخد تريننج وصناعه متقدمه متطوره سوفت وير اندستري، ويبص دي يقول ان دي ليدنج اندستري. يعني ايه ليدنج اندستري؟ يعني انت لو بصيت مثلا على الحضاره الامريكيه هتلاقي ان هي معتمده اعتماد كلي على السوفت وير اندستري. الشركات الضخمه جدا العملاقه المسيطره على العالم، على العالم بمعنى كلمه العالم، هي كلها شركات امريكيه وشركات متخصصه في السوفت وير زي جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك وشركات الضخمه جدا اللي هي مسيطره على البيانات والمعلومات في العالم، بتشتغل في مئات المليارات من الدولارات. فواحد يشوف ان دخوله هذا المجال بتاع السوفت وير اندستري ده اوبورتيونيتي، فرصه كويسه. واحد تاني من نفس الطلبه ممكن يبص، ده بنسميه بلاك هات. بلاك هات يعني شخص متشائم، يجي يقول لك ايه، انا زي ما كل الطلبه اللي بتيجي تخش الكليه اول ما يقابلني او يقول اي يقابل اي حد في الكليه يقول لي انا اصلا انا كان ناقص لي درجه واخش الهندسه، او ناقص لي نص درجه واخش الهندسه. طب انا سالتك، طب انت بتقول لي الكلام ده ليه اصلا؟ هو كل مشكلته ان شايف ان دخوله كليه الحاسبات وعدم دخوله كليه الهندسه دي مشكله، مع ان في واحد اللي يشوف لا دي مش مشكله، واحد يشوفها فرصه. معنى كده ان نفس الايتم او نفس الشيء ممكن يشوفه اكتر من واحد من فيوز مختلفه، وهو ده اللي تنبه ليه ادوارد دي بونو. تنبه قال ان والله اي حاجه في الدنيا ممكن يتبص لها من ستة فيوز مختلفه، من ست نظريات مختلفه. يعني ايه ست نظرات مختلفة؟ يعني بيقول لي انا ممكن ابص على الحاجة، ممكن ابص على الحاجة من فيو متفائلة جدا، زي ما انا قلت لك الفيو بتاعت الكلية. واحد شايف دخوله كلية الحاسبات فرصة، واحد شايف دخوله كلية الحاسبات دي مشكلة لان هو ما حققش اللي هو عايزه ده في دماغه، يعني مع ان هو مش عارف هو اللي عايزه، هو بس كل السوسايتي قال ان كليه الهندسه احسن، فهو معتقد ان هي احسن. هو معتقد بس هو ما جربش وما عندوش اي فكره عن فين الاحسن وفين الاسوأ. ايه اللي عايز يقوله ادوارد بونو؟ بيقول لي والله انت لازم تعرف ان كل مشكله ممكن ابصلها من ستة فيوز مختلفه، عن طريق ان انا واحد يعني ستة فيوز مسميهم ايه بقى، اللي هم مسميهم هاتس او
قبعات زي ما بيقولوا. لو انت دورت على نفس الفكره دي هتلاقي الجماعه اللي بيترجموا لغه عربيه بيتكلموا عن الفيوز السته المختلفه. في فيو بنسميها ريد هات، في فيو اسمها الوايت هات، في فيو اسمها اليلو هات، في فيو اسمها البلاك هات. البلاك هات ده يعني الشخص المتشائم شديد التشاؤم في كل حاجه، يعني اول ما تعرض عليه حاجه ينقي لك الاسوأ الاوحش السيناريو اللي هو اسوأ ما يمكن، الحقائق او الدروباكس بتاعت اي سيستم. اي حاجه ليها دروباكس زي ما قلت لك، دخول كليه الحاسبات ممكن يكون فرصه، ممكن واحد يشوفها مشكله. فالبلاك هاتس او اللي هو الراجل اللي هو نظرته سودة في كل الاحوال بنسميه البلاك هات، في نظره تانية اسمها الريد هات، في نظره ثالثه اسمها اليلو هات، نظره رابعه اسمها الوايت هات. عشان كده المحاضره او ادوارد بونو سمى الطريقه دي السكس هاتس. السكس هاتس وفي جرين هات، يعني اذا هم كام نقولهم الوايت هات واليلو هات والبلاك هات والبلو هات والجرين هات. طيب خلاص انا فهمت ان هو كل مشكله ليها ست نظرات، وكل نظره من النظرات دي مختلفه عن الثانيه، وهو ادي السكس هاتس اهو مجمعين كلهم في سلايد واحده. هو هنقرا بقى الفيتشر او الخصائص بتاع كل هات من الهاتس دي. يبقى اذا ايه اللي احنا بنتكلم عنه؟ بنتكلم عن المحاضره اسمها السكس هاتس او القبعات السته. بتكلم عن فكره ان انا اي حاجه في الدنيا ممكن ابص لها من ستة فيوز او ستة وجهات نظر لنفس الحاجة. والحاجة الشهيرة بالنسبة لنا اللي هي البلاك هات. البلاك هات ده اللي هو ممكن اي تعرض اي توبيك او اي مشكلة او اي موضوع على الشخص ده يطلع لك الدروباكس بتاعت المشكله دي او الموضوع ده او غيره. يعني مثلا اجي اقول لك ايه خطه تحسين التعليم، واحد يقرا الخطه يطلع لي احسن ما فيها، واحد يقرا الخطه يطلع لي أسوأ ما فيها، يطلع لي في واحد بيبص للفاكتس الحقائق المطلقه المجرده، ما عندوش لا فكره التفاؤل ولا فكره التشاؤم الزياده عن اللزوم. طب تعالى نبص على التفاصيل بتاعت السكس هاتس دي ونقرا كل هات. يعني مثلا بيقول لك ايه اللي هو الراجل اللي هو ريد هات ده بيسموه انيشيتيف. يعني ايه انيشيتيف؟ في شخص انيشيتيف في التفكير، يعني بيبتدي بيطرح حل، وفي شخص ما بيطرحش حل بس بينتقد الحل. في انيشيتيف، في كرييتيف، في انفورميتيف. يعني انفورميتيف ده اللي هو عنده معلومات، وفي كونستراكتيف اللي هو نقده، في كونستراكشن او في نقد بيؤدي الى الامبروفمنت. تعال نقرا كل هات على حسب كلام ادوارد بونو. اهو الفكره دي فكره واحد اسمه ادوارد بونو، انا هستعرض بقى الباور بوينت من الاول. اسمها السيك ثينكينج هاتس، طريقه تفكير او طريقه بيخليك تقدر تفكر بطريق من في مشكله ما، اي مشكله يعني في الدنيا او اي موضوع في الدنيا من سته فيوز مختلفه. والسته فيوز المختلفه دول او ست وجهات نظر المختلفه بيدوك الكونسبت بتاع الكونسبت بتاع المشكله من وجهات نظر مختلفه. وانا يمكن قلت لك مثلا مشكله زي قرارك دخول كليه الحاسبات، ممكن يكون واحد شايف ان هو فرصه، يعني فرصه يعني ممكن يحقق في تقدم، يعني في نفس الكليه وزميلك وفي نفس الجروب واحد هيبقى سوفت وير انجينير ممتاز جدا متعلم في نفس الكليه، وواحد هيبقى مش هيشتغل اصلا وهيقعد في البيت. يعني ده بتعتمد على ايه؟ على الفيو بتاعت كل واحد فيهم. على فبيقول لك مثلا الريد هات، الريد هات يعني في واحد قراره بيعتمد على الفيلينج، بيعتمد على الاحساس، ما بيعتمدش على الحقائق. يعني وات ار يو، يعني الرياكشن الاحساس، ما بيفكرش كتير، بيعتمد على الاحساس فقط، ما بيكلمش على الفاكتس،
ما بيتكلمش على الحقائق المجرده، ما بيعملش اناليسيس في التفكير، هو كله كل قراراته معتمده على الفيلينج فقط. الفيلينج يعني ايه؟ يعني واحد متشائم زياده عن اللزوم، واحد متفائل زياده عن اللزوم. يعني مثلا واحد كل ما تيجي تدي له كورس يجي يقول لك ايه ده ملوش لازمه، ده مش عارف ايه، واحد يقول لك لا ده الكورس ده هيبقى كويس، هيبقى مفيد. يعني واحد ممكن يجي يشوف السوفت سكيلز دي يقول لك انا داخل ابرمج، وانا اصلا ايه اللي فهمني، ايه اللي دخلني في السكس هاتس والسوفت سكيلز؟ طب انت عايز هتكتب كود يعني طول حياتك؟ يعني هتفضل لحد سن الستين قاعد على الكيبورد بتكتب السيمي كولوم وبتكتب الدو وايل والدو انتيل؟ الكلام ده مش ما ينفع، مش واقعي على الاطلاق. يعني انت عندك مثلا 17 18 سنه هتقعد لحد سن 60 لما تطلع المعاش قاعد على الكومبايلر وبتكتب وبتكتب فور لوب؟ اكيد الكلام ده مش هيحصل. ده الكرياتيفيتي، المهارات الابداع عندك عمرها ما هتزيد عن 30 سنه، فلازم يكون عندك السكيلز اللي هي تخليك تكمل بقيه حياتك. السكيلز بتاعت ايه؟ التكنيكال رايتنج، بتاع المانجمنت، بتاع الثينكينج، بتاعت التفكير، بتاع الديسيشن ميكينج، الديسيشن تيكينج، كل دي وزين ما يسمى حاجه اسمها السوفت سكيلز. التكنيكال سكيلز اللي انت بتتكلم عليها بقى، اللي هي فكره ان انا اعرف شويه هاردوير واعرف شويه سوفت وير واكتب كود، دي اللي هي التكنيكال سكيلز. التكنيكال سكيلز دي مش هتشغلك لحد سن ال 60، لان التكنيكال سكيلز بيحصل لها ابديت وتغيير وزياده ونقصان، والاصغر منك هيجي من ناحيه التكنيكاليتيز هيبقى اعلى منك لان هو متعلم حاجات كتيره واحدث، وكل ما سنك يتقدم كل ما استيعابك للتكنيكاليتيز هيقل مش هيزيد. انما السوفت سكيلز بتاعتك المفروض هي اللي تزيد. فمهارات المانجمنت والبروبلم سولفينج والديزاين ثينكينج وطرق التفكير هي الاساسيه اللي بتبقى موجوده معاك لحد سن الستين. فانت لازم تكونسيدر ده، والكلام ده هو اللي ادركه ادوارد بونو، وبدا يروح شركات السوفت وير اندستري ويدرب الناس على طرق التفكير ويعلمهم ازاي يبصوا لكل مشكله ولكل سوفت وير ولكل كود ولكل توبيك من 6 فيوز مختلفه. وهو اللي حط فكره السكس هاتس دي، وخلى بيكون يعني عمل ورك شوبس كده مع المهندسين في الشركات السوفت وير اندستري، انه يحط الكود مثلا ويطلب من كل واحد ان هو يكون هو مره الريد هات، مره الوايت هات، مره البلاك هات، ويبتدي يكتب السيشنز دي او يسجل السيشنز دي عشان يبص للمشكله من الفيوز اللي هي مثلا الايجابيه جدا، الفيوز السلبيه جدا، الفيوز اللي بتعتمد على الحقائق، الفيوز اللي هي بتعتمد على الكونستراكتيف كومنتس، في واحد تعليقاته بناءه بتهدف لي الى الامبروفمنت بتاع الفكره. زي ما قلت لك في التيم بيلدينج امبارح، قلت لك ما فيش حد بيكتب الكود لوحده، ده لازم يكون مجموعه من الناس مسؤوله عن كتابه الكود. فمعنى كده ان ممكن واحد تلاقيه الفيو بتاعته دايما بلاك هات، واحد وايت هات، واحد ريد هات، وهكذا. طيب تعال نشوف الوايت هات. الوايت هات بيقول لك ده راجل بيبحث عن الانفورميشن سيكينج هات، يعني ده اللي بيتكلم على المعلومات، بيعتمد في اتخاذ قراره على الفاكتس، على الحقائق. يعني ايه الفاكتس؟ يعني يجي يقول لي ايه، تخرج من الكليه 1000 واحد، اشتغل 500 واحد، ثلاثه عندهم مهارات عاليه، بيعتمد على حقائق مجرده لا فيها فيلينج ولا فيها انتقاد سلبي بدون سبب. فهو يبقى الوايت هات هو الشخص اللي بيكونسيدر الفاكتس، بيكونسيدر الانفورميشن اللي هي اوريدي موجوده، وهل هي ريليفانت للتوبيك ولا لا، وهل هي ليها لازم ريليفانت للتوبيك، يعني ليها علاقه بالموضوع ولا لا. لان ممكن ندسكس في حاجه تلاقي واحد دخل في موضوع ملوش علاقه، بما اننا بنتكلم في التعليم مثلا، بدا هو دخل في حاجه ريليتد للكوره مثلا او للمسلسلات، يبقى بيديني irrelevant topic. يعني ايه topic؟ ما هوش relevant اللي احنا بنتكلم فيه، ليس له علاقه من اللي احنا بنتكلم فيه. طيب يبقى دي اسمها الوايت هات. اليلو هات هو الشخص اللي هو بيسموه سانشاين هات، ده بوزيتيف اند كونستراكتيف، يعني واحد دايما يدي حاجه اسمها بوزيتيف انرجي، يعني بيديك طاقه ايجابيه وممكن يكون مالهاش سبب. يعني ده عباره بيحسن الافكتفنس والجيتنج جوبز اون،
ودايما بيبين لك البينيفيتس والمميزات بتاعت السليوشن. يعني ده بيركز على المميزات، الوايت هات بيركز على الفاكتس، الريد هات بيركز على الفيلينج والشعور والاحساس، يبقى اليلو هات بيتكلم على الحاجات البوزيتيف، الحاجات اللي هي البينيفيتس الادفانشز بتاعت السليوشن او الحاجه المطروحه. البلاك هات ده بيسموه الكوشن هات، اللي هو الهات او وجهه النظر اللي هي بتدي تحذيرات، بتطلع الدروباكس. اكيد اي موضوع يعني تيجي تقول له نعمل المحاضره الساعه 8 يقول لك في مشكله، اصل النهارده اجازه، اصل الساعه 8 بننزل مش عارف نصلي، في مش عارف ايه، عمال يعني يديك بعض الكوشنز او بعض التحذيرات او بعض العوائق اللي هو عايز يجي يقول لك مثلا ايه، انا بدرس السوفت وير انجينيرنج، يرد عليك يقول لك اصل ابن عمي درس حاسبات وما بيشتغلش، اصل انا رحت خدت دوره ما نفعتش، اصل انا مش عارف حضرت محاضره سي وما فهمتش حاجه، اصل السي صعبه. هو واضح ان ده بلاك هات. يعني ايه بلاك هات؟ يعني بيبث النيجاتيف انرجي عند الناس كلها، سواء ليها سبب او ملهاش سبب، ودايما يركز على الايرورز والبيت فولز اللي هي الاخطاء اللي في اي سيستم. والكلام ده موجود، موجود يعني في شركات سوفت وير اندستري كتير. انا بحتاج الشخص بتاع البلاك هات ده عشان لما اعرض عليه الجوريزم او تكنيك او بروجرام يجيب لي اسوأ حاجه في البروجرام. انا كراجل موضوعي المفروض هعمل ايه؟ هشوف اللي هو الكوشنز او التحذيرات اللي هو بيقولها دي لو حقيقيه لازم احلها. كويس؟ يبقى اذا انا محتاج البلاك هات ده في حاجات، ومحتاج الوايت هات، ومحتاج الريد هات، وهنكمل بقيه الهاتس الثانيه. الجرين هات ده بيسموه واحد عنده الكرييتيف مود اوف ثينكينج، في واحد دايما يطرح الافكار الابداعيه الجديده، انما ممكن ما يكون ما يعرفش ينفذها على فكره. يعني مش معنى ان انت بتطرح فكره ابداعيه انت عندك الطريقه للتنفيذ. يعني مثلا في الهندسه المعماري بيحط رسمه ابداعيه، لما تيجي تقول له نفذها يقول لك لا اديها للمهندس المدني هو اللي يشوف طريقه التنفيذ. فيبقى معنى كده ان في السوفت وير اندستري انا محتاج الجرين هات ده، ميبي ان هو يقول لي فكره كرييتيف عشان انا اقدر يجي واحد تاني ياخد الفكره دي. مش يعني مثلا واحد يجي يقول لك انا بحط فكره الالجوريزم، واحد تاني بياخد فكره الالجوريزم يعملها امبلمنتيشن بالكود، ده شخص وده شخص. الشخص اللي هو بيكرييت سوليوشن او عنده فكره الكرياتيفيتي والابداع والحلول الجديده بسميه عاده ما يسمى الجرين هات. فهو بيقول لك ايه جرين ريبريزنت، يعني جرين معناه ازاي هو بيفكر انه ينمي الحل، يحسن الحل، يحرك الحل الى الاحسن. لو انا بطرح سوليوشن لمشكله معينه، لو الشخص دايما طريقه تفكيره بهذه بالميثودولوجي دي بسميه الجرين هات. البلو هات اللي هو بسميه الكنترول هات، او الهات اللي هي مسؤوله عن التنظيم. فأي تيم انا محتاج شخص يكون مسؤول عن الاورجنايزيشن، عن التنظيم، عن بيرتب، بيعمل مونيتورنج لكل الناس اللي بتفكر، يرفلكت طريقه التفكير على الناس. في شخص ساعات بنسميه الكنترولر او المتحكم او اللي بيسيطر او اللي بيرتب او اللي بينظم، انا محتاجه في اي تيم دوت علشان يسبورت موضوع الكنترولينج على السيشنز بتاعت التفكير اللي زي دي. طب يبقى ايه اللي انا اتكلمت عنه في المحاضره الصغيره دي؟ اتكلمت عن الفكره بتاعت ادوارد دي بونو اللي هو بيتكلم عن الهاتس، اللي هي ان انا ممكن ابص لها، ابص المشكله من 6 فيوز مختلفه، وسمى كل فيو بلون معين، وقال لي اللون ده ممكن يبص للمشكله من انه اتجاهات. هو عايز يقول دلوقتي لما اجي انا انالايز بروبلم او افكر في مشكله او احل مشكله، لازم ابص من الستة فيوز دول واسجل كل فيو بتقول ايه من الفيو بوينت اللي هم بيبصوا ليها للمشكله دي،
والستة فيوز دول بيخلوني شفت البروبلم من كل الاتجاهات على كل وجهات النظر، فبالتالي اقدر اخد قرار واقدر اخد ديسيشن سواء في عملية إدارية او عملية او عملية تفكير. لو انت تركز ليه هو مسميها ايه ادوارد بونو ان ايد، دي طريقه مساعده عشان تاخد ديسيشن ميكنج اند بروبلم سولفنج. اي كود ممكن تطلع له الست وجهات نظر دول، اي مشكله في التعليم في الصحه في البتاع هتطلع له السته فيو بوينتس دول ايا كان ايه وجهه النظر. يبقى اذا اللي اتكلمنا عليه النهارده هي حاجه اسمها السكس هات ثينكينج ميثودولوجي او طريقه القبعات السته في التفكير. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في تحسين السوفت سكيلز بتاعه المهندسين والمديرين والناس اللي هي بتاخد ديسيشنز عموما، لان اتخاذ الديسيشن هو الكور بتاع الاداره. يعني الاداره هي اتخاذ قرارات، دخولك كليه كذا من عدم دخولك كليه كذا ده قرار، مذاكرتك فيزيكس النهارده وعدم مذاكرتك كيمستري ده برضه ديسيشن. فحياه المهندس هي كلها اتخاذ قرارات، فلازم انا اعلي السوفت سكيلز بتاعته في يفهم يعني ايه ديسيشن وياخده ازاي ويبص له من فيوز مختلفه وهكذا. الخص بقى الكلام عشان الناس اللي لسه داخله، ادوارد بونو قال لي انا المفروض ابص للمشكله من سته فيوز مختلفه. الفيو الاولانيه سماها ريد هات، اللي هي بتعتمد على الفيلينج الشعور والاحساس. الفيو الثانيه الوايت هات اللي هي بتعتمد على الفاكتس والانفورميشن والمعلومات المجرده. يعني ايه المعلومات المجرده؟ مثلا حضر المحاضره النهارده 100 طالب دي معلومه مجرده، حضر المحاضره 90 طالب دي معلومه مجرده. مجرده يعني ما بقولش رايي بقى ان هم كانوا فاهمين او مستوعبين او غيره، لا. اليلو هات دي اللي هي دايما بيبقى اراءه كونستراكتيف، اراءه بتدي بوزيتيف انرجي، وممكن يكون الاراء الايجابيه كونستراكتيف دي ممكن تكون ما هياش مبنيه على ريزونز او على اسباب. البلاك هات ده اللي هو المتشائم دائما، اللي بيدي تحذيرات دائما وكوشنز عن اي خطوه انت بتاخدها، بينتقد السوليوشنز كلها من كل الفيوز ويبتدي ينبهك للتحذيرات بتاعه البروبلم اللي انت بتدسكاس مع الجروب اللي انت بتناقش فيه المشكله دي. الجرين هات ده هو الليفل اوف كرياتيفيتي بتاعته عالي شويه، يعني في واحد والشخصيات دي بتلاقيها حواليك، يعني في واحد يكون مش بيذاكر قوي بس فكرته في الابداع كويسه، لما يفكر في مشكله يدي افكار ابداعيه عاليه، سوليوشنز ممكن تكون انت ما سمعتش عنها او ما انما هو ممكن يكون ما يعرفش ينفذها اصلا، اللي بينفذها ناس تانية. البلو هات ده اللي بيعمل كنترولنج وبيعمل تحكم وتنظيم على السيشنز او السيشن. سيشن ده يعني كان انا بحط المشكله كده واجيب ست اشخاص واقول له كل شخص انت مسؤول عن احد الهاتس دي او احد الفيوز دي، علشان نبتدي نعمل حاجه اسمها برين ستورمنج او عصف ذهني. انت تقول الافكار اللي هي الابداعيه بقدر الامكان، انت مسؤول عن الكوشنز والتحذيرات، انت مسؤول عن الحقائق. ولما كنت بدي المحاضرات دي في المدرج يعني فيس تو فيس، كنت يعني المحاضره دي متجهزه من سنه 2019، كنت بخلي الطلبه في نفس المدرج كل واحد نطرح مشكلة مثلا، ولتكن مشكلة مثلا استخدام التابلت في الثانوية العامة، وأقول أو يعني في دراسة المرحلة الثانوية، وأقول لواحد قول لي إيه الكوشنز اللي إيه أسوأ ما في الموضوع، واحد يقول لي إيه البوزيتيف إيشوز اللي في الموضوع، واحد تاني يقول لي الفاكتس اللي هي في الموضوع بتاع ده. يعني واحد يقول لي الكوشنز أو الحاجات السيئة بتاعت استخدام التابلت، يجي يقول لي إيه مثلا ان سرعه الانترنت بطيئه، مش عارف ايه، النت كل شويه بتقطع، عمال يقول لي المشاكل اللي ممكن تواجه فكره زي دي. وواحد يجي يقول لي ايه الحاجات الايجابيه، ان انا عملت حاجه اسمها ديجيتاليزيشن في موضوع التعليم، حولت التعليم لموضوع تعليم رقمي، ما بقاش يعتمد على الورقه والقلم، والديجيتاليزيشن ده او الرقمنه زي ما بيسموها
ده ترند عالمي، اتجاه عالمي، كل الناس بتديجيتايز كل الاكتيفيتيز. يعني ايه بتديجيتايز كل الاكتيفيتيز؟ يعني بتخلي التعليم ديجيتال، البانكينج ديجيتال، السحب ديجيتال، الايداع ديجيتال، تطلع الرخصه ديجيتال، تطلع ديجيتال معناه باستخدام سوفت وير، عشان بس ما تفتكرش ان اكسبريشن الديجيتايزيشن ده يعني اكسبريشن غريب. هو ان انا اعمل سوفت وير يعمل كل الاكتيفيتيز اللي بيعملوها البشر، يعني اطلع الرخصه من خلال رخصه مثلا العربيه، البطاقه، مش عارف ايه، من خلال ويب سايت، من خلال ابلكيشن. يبقى انا عملت ديجيتايزيشن لهذه الخدمه، البنك، السحب والايداع ومش عارف التحويلات ممكن كلها اعملها اونلاين، وهكذا التعليم يبقى اونلاين. هو ده معنى كلمه الديجيتايزيشن. فواحد يجي يقول لي ايه بقى ان التعليم باستخدام التابلت ده هو احد مراحل الرقمنه، ودي وجهه نظر ايجابيه. واحد تاني يبص على نفس مشكله التعليم باستخدام التابلت ده يجي يقول لي ده هو التعليم التقليدي كان احسن. ليه؟ لان عندي مشاكل في المينتننس والصيانه بتاعت التابلت، وعندي مشاكل في الانترنت، وعندي مشاكل في الناس بتغش غش جماعي، وعمال يديني دروباكس، وفي كتير منها حقيقه مش غلط. وفكره برضو مثلا الديجيتايزيشن دي برضو حقيقه، يعني نظره ايجابيه حقيقيه ان انت عايز تطور السوسايتي. واحد يجي يقول لي انا اقول لك بقى من الوايت هات بالنسبه للتعليم ده، واحد يجي يقول لي ايه انا كده خليت التعليم في اي مكان في اي زمان، يعني زي ما احنا شايفين اهو، مثلا ممكن يكون يوم اجازه واحد ما حضرش قدر يحضر المحاضره، ما حضرش المحاضره دينا بنسجلها له وبنرفعها له، فبالتالي ما عندوش عائق انه يحضر محاضره وهو مثلا على بعد 100 كيلو 1000 كيلو. وواحد تاني يجي يقول لي لا ده الاونلاين ليرنينج ده سيء علشان ان انا ما بواجهش الانستراكتور واساله وهو يسالني، واحد يقول لي لا ده ايجابي عشان كذا كذا. طب يبقى معنى كده ان اي من سياق الكلام اللي انا بقوله، اي وحسب الكلام بتاع ادوارد بونو، اي توبيك هتطرحه هتلاقي فيه الستة وجهات نظر اللي انا بتكلم عليهم دول. هو عايز يقول ايه؟ من فضلك لما تيجي تفكر في حل مشكله كونسيدر السته فيو، الفيوز دول، وعلمني ايه هم السته فيوز، ووضح لي كل فيو بتكفر ايه او بتغطي ايه عشان ينبهني ان، والثلاثه طبعا كلهم بيتكلموا كلام، او السته اسف يكونوا بيتكلموا كلام صح، لان هم بيتكلموا عن وجهات نظر مختلفه لاي مشكله. انا هفتح المناقشه، اللي عنده اي سؤال يتفضل. انا كده خلصت المحاضره، وهطلب منكم اللي هو عايز يتكلم يتفضل. اتفضل يا شباب اللي عنده اي سؤال. احنا امبارح خدنا التيم بيلدينج، والنهارده خدنا السكس هاتس، والساعه 9 هناخد محاضره جديده عن حاجه اسمها الفيش بون. لو تركز شويه تلاقي ان انا بحاول ارفع السوفت سكيلز بتاعتك، مهاراتك في البروبلم سولفينج، مهاراتك في التفكير، ده الغرض بتاعي. اتفضل اتفضل اللي عايز يسال. حد عنده اي سؤال؟ الامتحان بتاعها بيجي عباره عن اسئله مقاليه، فنكتب الكلام اللي حضرتك كنت بتشرح فيه ده، ولا مقاليه صح وغلط اختياري؟ ممكن اقول لك وجهه نظري، اجيب لك مشكله واقول لك ايه هي البلاك هات من في مشكله كذا، ايه النظره الدروبكس في مشكله كذا. ممكن تبقى ام سي كيو، ممكن تبقى مقاليه. شوفي الامتحانات السابقه هتلاقي موجود اسئله جدا. وانا نزلت لكم، كنت منزل لكم في اسئله كتير على الدرايف. المهم بس تكونوا فاهمين الكونسبت بتاع السكس هاتس وفكره السوفت سكيلز، يعني اللي انا بحاول اركز عليها من امبارح والنهارده. امبارح انا اتكلمت عن التيم بيلدينج وانشاء التيمز اللي هي بتحل مشكله، هنا اتكلمت عن طريقه تفكير. وحتى الفيش بون اللي هناخدها الساعه 9 دي طريقه تفكير عاملها عالم ياباني بيتكلم عن ازاي احسن برضو طريقه التفكير في حل المشاكل. هتكلم عليها في وقتها يعني، بس نركز في موضوع السكس هاتس دلوقتي. في اي تعليق تاني؟
يعني حد شايف ان المهارات السوفت سكيلز ضروريه زيها زي التكنيكال سكيلز؟ يعني ايه التكنيكال سكيلز؟ يعني البرمجه دي تكنيكال سكيلز ولا سوفت سكيلز؟ البرمجه تعرف في الهاردوير وفي السوفت وير تكنيكال. دي تعتبر تكنيكال سكيلز، طب ايه لازمه السوفت سكيلز؟ دي بتبقى مهارات شخصيه عشان تستفاد انت منها. نعم علي صوتك، في حد اتكلم بس انا ما سمعتش عليه. وفي واحد فاتح المايك، انا ممكن لو عملت ميوت، يعني اعتقد مصطفى اللي فاتح المايك. اللي عنده سؤال يتفضل. ومنار فاتحه المايك اهو، قفلت عليه. اللي هو تفتح المايك لو عايز تتكلم. شكري، اتفضل يا شكري. هو ممكن حضرتك تقول لنا بس السوفت سكيلز والتكنيكال سكيلز سريعا كده عشان بس لسه جايه؟ بصي، مهارات الرايتنج، يعني بتعرفي تكتبي ريبورت كويس، بتعملي برزنتيشن كويس، بتفكري كويس، بتاخدي ديسيشن كويس بطريقه زي مثلا السكس هاتس او التيم بيلدينج او كلام من ده، دي كلها سوفت سكيلز. هما التكنيكال سكيلز اللي هي ايه؟ يعني بحاول اذاكر برمجه السي، دي تكنيكال سكيلز. يعني في كورسز بتخدم المهارات اللي هي التقنيه، وفي كورسز بتخدم المهارات العامه. طب وانا عشان اشتغل محتاج الاثنين اكيد، بس مين اللي الكونتينيوتي بتاعته لحد سن الستين؟ اللي استمراريته لحد نهايه المعاش هي السوفت سكيلز، انما التكنيكال سكيلز بيحصل لها ابديت. يعني ممكن ان انا اذاكر السي وبعد ما عقبال ما اتخرج يكون السي ما بقتش تستخدم، بيستخدموا بايثون او اي لغه ثانيه. فالسوفت سكيلز دي سكيلز عامه بنديها لكل الناس، بحيث ان انا اعلي مهارات التفكير والبروبلم سولفينج. ده الفرق بين السوفت سكيلز و يعني لازم يكون عنده مهاره التيم بيلدنج، انه يقدر يشتغل في مجموعه. ما ينفعش واحد يشتغل لوحده، لان في السوفت وير اندستري مثلا على سبيل المثال ما فيش واحد بيديفلوب سوفت وير لوحده في الدنيا. طب لازم انا اعرف ان في تيم كل في بالنسبه لمحاضره امبارح، والتيم كل واحد في التيم بيبقى ليه دور وليه ريسبونسابيلتي، ليه دور وليه مسؤوليات وهكذا بقى. وفي تيم ليدر، وفي تاسكز، وفي ايفالويشن، وكي بيرفورمانس انديكيتورز، كل الحاجات دي تفاصيل في موضوع التيم بيلدينج. النهارده كنت بتكلم على الفكره بتاعت ادوارد بونون، اللي هو بيتكلم عن ان لما تيجي تفكر في اي برنامج في اي مشكله في 6 فيوز مختلفه، وتكلمني عن كل فيو وخصائص الفيو مختلفه عن الثانيه في ايه. التكنيكال سكيلز بقى لي الحاجات الفنيه، يعني الحاجات الفنيه انك بتعرف تبرمج ازاي، الحاجات الكورسز اللي فيها تكنيكاليتيز. يعني مثلا الكورس السيركتس ده تكنيكال كورس، كورس الانترودكشن تو كمبيوتر ده تكنيكال كورس، كورس الاسكس ده سوفت سكيلز، كورس الاداره ده سوفت سكيلز، كرييتيف ثينكينج ده سوفت سكيلز. يعني دي مهارات نون تكنيكال. المهارات التكنيكال بقى اللي هي بتاخد فيها فيزياء، بتاخد فيها رياضه وكلام من ده. اتفضل اللي عنده اي سؤال. بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. طب دلوقتي التكنيكال سكيلز ممكن انميها عن طريق تعلم اللغات البرمجه المختلفه، وان انا اشتغل بيها واعمل برامج وكده. انما السوفت سكيلز انميها ازاي؟ ما هو بص، يعني حضورك السيشنز، يعني اشتراكك في الاكتيفيتيز. يعني مثلا عايز اعمل ماركتنج، يعني في كورس شهير قوي بنديه دلوقتي لكل المهندسين السوفت وير اللي زيكم الشباب، اللي هو مثلا ازاي يعمل ماركتنج، ازاي يعمل بيزنس. انا يمكن كلمتك امبارح وقلت لك ما ينفعش تكتب كود من غير وزين بيزنس، يعني لازم واحد يفتح الشركه ويجيب البيزنس وانت تشتغل عنده. وقلت لك مثلا ايه، ان مثلا الناس الليدرز في السوفت وير اندستري ما كانوش بيعرفوا يعملوا سطر كود، مش ما هماش مركزين على التكنيكال سكيلز.
يعني الناس الليدرز اللي بنوا ابل وكلام من ده ما كانش بيكتبوا صافي واحد ما بيعرفوش، بس هم ليهم في الصناعه يعني ليهم في الصناعه يعني في واحد في الكليه مركز على الكورسات التكنيكال، مركز على الكورسات اللي هي النون تكنيكال اللي تخدم صناعه البرمجيه. فانت لازم تدرس ما يسمى التكنيكال رايتنج، تحضر السيشنز بتاعه، تبتدي يعني تشوف السيشنز بتاعه الديزاين ثينكينج وجروب ثينكينج والحاجات اللي هي نون تكنيكال اللي زي دي، مهاراتك بقى بحضور الندوات والسيشنز واشتراكك في الاكتيفيتيز وكل الحاجات دي بتزود. حاضر يا عم، حاضر المعيد رخم، بنسميها نون تكنيكال سكيلز. اللي عنده اي سؤال يتفضل. خلاص كده يا شباب، لو ما فيش اسئله خلاص هنحافل السيشن وهخش في السيشن تاني على الساعه 9 ان شاء الله. يا دكتور يا عم استنى، المعيد نازل رأي يا عم، ممكن اكلمك بعد ما يخلص المحاضره. استنى دكتور، ممكن يا دكتور تنزل المحاضرات دي درايف احسن من زوم او بي دي اف؟ لا يا عم الزوم احسن. يا درايف ايه، ما بتنزل على الدرايف اصلا مسجله يا ابني. يا عم ما بتنزلش، ده للي بيحضروا، اللي بيحضروا مجموعه قليله، في النهايه انا بسجلها وانزلها على الدرايف. انتوا مش فاهمين الفرق بين الدرايف والزوم. الزوم دي عشان المحاضره تبقى لايف عشان تسال. ماشي تمام يا دكتور، شكرا يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. المحاضرة التانية كمان نص ساعة أو حاجة ولا إيه؟ الساعة 9 إن شاء الله. تمام.